حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا سوره النجم فسجد بها فما بقي احد من القوم الا سجد فاخذ رجل من القوم كفا من حصى او تراب فرفعه الى وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رايته بعد قتل كافرا